برحب بحضراتكم مرة أخرى في اسأل المجرب. المكان ده كنت موجود فيه من 3 سنين، تابعت وشفت مراحل الإنتاج والتطور، مراحل حل مشكلة كانت بتأثر على الزراعة. كنت بسمع كلام صعب جدا لما نقول هقلع الأشجار، كنت بسمع كلام صعب لما أقول بصرف وما فيش مردود. النهاردة وأنا موجود مع الحاج محمد قويدر اللي برحب بيه وبيشرفني إن أنا أكون موجود معاه بسبب المجهود والإخلاص والتفاني في العمل اللي أنا شفته على مدار هذه السنوات. أنا بشكرك على هذا المجهود. الله يخليك حضرتك. إحنا عايزين نفكر السادة المشاهدين المكان ده فين. إحنا المكان ده في الكيلو 133 طريق مصر اسكندرية الصحراوي منطقة النابورية. لما جينا هنا أول مرة قلت لي عندي مشكلة، الملوحة ارتفعت ابتدت تأثر على الأشجار. احكي لي أو وصف لي المشكلة اللي كانت موجودة. هي السير ده احنا زرعنا السير ده تقريبا كده من سنه 2004، استمر معايا طبعا 2004 و2005، لغيناه تاني وزرعنا تاني من اول 2011. لغيناه تاني لانه مش ما جابش. كنا شاكين مثلا في المشاتل بتاعه السجاد، فرجعنا زرعنا تاني في 2011. قعد معايا 11 و12 و1 و2 و11 لحد 19 السير كبر. فلسه تاني عاود نعيد تجلعه تاني لان برضو كنت بصرف عليه ومفيش جديد فيه. تمام. لان كان عندي نسبه ملوحه عاليه، نسبه ملوحه كانت عندي 2000 جزء في المليون. انت عندك عزيمه. هي المساحه هنا قد ايه؟ المساحه دي 132 فدان. ربنا يا رب يبارك. 132 فدان زرعت فيهم 2 سنين وثلاثه وقلعت الشجر، وبعدين رجعت زرعت تاني في 2011 ومجهود ومتابعه ومفيش مردود. فجه في 2019 فكر ان هو يقلع الاشجار تاني. مظبوط. وبعدين لقيت بيعلن عن الشركه معالجه المياه المغناطيسيه اللي هي شركه دلتا ووتر. تمام. جبت منهم الجهاز في 2019. لما سمعت عن الفكره دي كنت اول مره تسمع عنها؟ كنت اول مره اسمع عنها. عن دلتا ووتر؟ كنت اول مره اسمع عنها. لكن انت ليك تجارب اخرى مع اجهزه شبيهة؟ كان جربت قبل منها بحوالي سنتين شركه ثانيه، لكن برضو الجهاز اللي ركبته ما جابش معايا نتيجه. قبل سنتين. مشكله في الجهاز ولا مشكله في الارض ولا؟ لا، المشكله كانت في الجهاز. لان انا جربت الجهاز بتاع دلتا ووتر. تمام. ما ركبت جهاز دلتا ووتر بان معايا الفرق بعد 3 شهور. تمام. بالظبط. بان عليا التسميد بتاع الارض والرش. بان السياره بدات البراعم تظهر معايا، حجم السياره بدا يزيد ده خلال بعد 3 شهور مباشره. فاكر كنت بتقول لي الفدان عندي هنا كبير ويجيب 7 طن 9 طن؟ في الفترة قبل تركيب الجهاز ديت السنة اللي قبلها على طول كان معدل الإنتاج عندي مثلا من 5 ل7 طن الفدان في السنة. من 5 ل7 طن؟ ل7 طن. وطبعا جودة ضعيفة. بعد ما ركبنا الجهاز بمثلا هنقول السنة الثانية، يعني هو خد فترة معايا السنة الثانية، أصبح الإنتاج عندي مثلا بمعدله من 17 ل22 طن الفدان. من 5 ل7 طن في السنة. بعد استخدام تقنية معالج المياه المغناطيسي لشركة دلتا ووتر من 17 ل22 في السنة. فرق رهيب. فرق طبعا، وفرق في الجودة. صرفت أكتر؟ لا، ده المصاريف قلت. قلت في التسميد أقل، يعني مثلا لو كنت بستعمل مثلا التسميد الأزوتة والبوتاسيوم مثلا لو 200 كيلو للفدان أزوتي أو 200 كيلو كمان بوتاسيوم، المهم كل الأسمدة خفت معايا نصف النص. خفت ليه بقى؟ لان مع التجارب ومع التسميد السايره مثلا بتبدا تسميتها ان بادي بتظهر عليك بسرعه. أيوة. فخف التسميد معايا خالص. انما قبل كده قبل ما اركب الجهاز كان التسميد من زمد ما بديش معايا نتيجه في الارض. انت جبت سيره الارض. الارض برضو لما بكون برويها بميه فيها نسبه ملوحه مرتفعه بيحصل فيها مشاكل. على مدار السنين دي احنا بقى لنا 3 سنين بنستخدم جهاز دلتا ووتر. خصوبه التربه او جوده التربه نفسها اتغيرت؟ هي الارض طبعا بتزيد، يعني التربه بتتغير نسبه الملوحه. الارض مثلا الميه بتنزل على الملوحه متفككه، فما ما بقاش فيه ملوحه خلاص، التربه اصلا بتبقى متفككه. أيوة. مش متماسكه، متفككه. فدي ساعدت كمان في ان التربه عندك جودتها طبعا. طبعا أحسن. طبعا. المحصول بتاعك ده وجودته احنا بتصدر؟ طبعا، كل الموارح ده تصدير. ايه المواصفات بقى علشان تنجح في التصدير؟ المواصفات طبعا بيبقى مواصفات في حجم البرتقاله نفسه. في الحجم. في الحجم، الطعم والتلوين. في الحجم. طبعا. الحجم ونسبه السكريات والحاجات دي كلها. فطبعا برضو مع الجهاز ده كله، يعني كل ده ظبط مع الجهاز ظهرت معايا. انت ما شاء الله المساحه 130 فدان او 130 فدان، دول بترويهم بجهاز واحد ولا ابتديت بقى تتوزع؟ لا، ده انا بروي بجهاز دلتا ووتر قطاع، وقطاع تاني بالجهاز برضو لسه ما شلتوش، سايبه مؤقت حاليا، هو ضعيف بس مؤقت.
وفي جزء تاني عندي لسه ما شغلتش فيه جهاز خالص. يعني انت عندك ثلاث نماذج في ثلاث نماذج ثلاث نماذج على الطبيعه. انت ركبته وما جابش معاك نتيجه موجود. وجهاز دلتا ووتر بعد ما استخدمناه رفع الانتاجيه من 5 ل 7 طن من من 5 7 في السنه ل 17 ل 22 طن معدل. وفي جزء تاني بتزرعه بدون استخدام تكنولوجيا معالجه لا دلتا ووتر ولا شركه ثانيه. ليه سايبه كده؟ والله هو كده، انا كنت سيبه كده اشوف بس الوضع معايا تاني، وكل ما بزيد كل ما احسن، عشان انا هقلع الجزء ده تاني واعيده تاني من اول وجديد. وده انتاجه ضعيف بقى. انتاجه ضعيف. هو ده اللي شغال لغايه دلوقتي 5 ل 7 بالظبط. ما فيهوش جهاز ده. لا ما فيهوش جهاز ده، من 5 ل 7. عايزين نستفيد بالمساحه كلها. ما نركبه كمان جهاز ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يبارك. ده شيء مفيد جدا للدوله، مفيد جدا للقطاع الزراعي. ما انا متفق معاهم هنركب جهاز ثاني، بس انا عامل السنه دي هقطع المحصول في شهر مثلا واحد، وبعد كده اشيل السجر واركب الجهاز وازرع ثاني من جديد. ربنا يا رب. القطاع اللي لسه ما اتزرعش. تجربه ونموذج جميل جدا لما نيجي نشوف ارض فيها مجهود، ارض في الصحراء، زياده في الانتاج وتوفير في النفقات، بنتكلم على محصول نقدر نصدره، بنتكلم على مميزات كثيره جدا للتوسع في اللون الاخضر. حاجة محمد خويدر، انا بشكرك على هذا المجهود. الله يخليك يا باشا.